مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم، مرحبا بكم سيغ مينا كويزين اسوسي ديكو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير اون بون سونتي. اليوم جيتكم افيك دي زيدي بوغ عشاء يكون خفيف لهاد لي ديرني جور تاع رمضان. دونك هنا ريسيكليت الخبز، انفان جو زي دوني اون ايدي بو ريسيكلي لو بان، و درت دي زونتركوت في لا كوكوت مينوت. دوكا حتشوفو لا غوسيت. دونك هنا عندي دي زونتركوت لازم يكونوا شويه خشان. هنا مرقاق، دونك حطيت سنينه تاع الثوم، مغرف تاع لا موطارد، نديرو ملح فلفل كحل وزعتره وشويه زيت زيتون. دونك هنا حطيت الغومارين، نتوما تقدروا ديروا زعتره ولا اكليل الجبل. هنا استعملت الغومارين اكليل الجبل، سا دون ان تري تري بون غو في لا فيونت. ميم لاسوسياسيون تاع زعتره وال الغومارين سا دون ان تري 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 بون غو. دونك هنا ندير لهم كامل هاد لا ماريناد هادي ونخليهم دو كوتي. ممكن الا عندكم الوقت حقلوهم، سينو طيبوهم ديريكتومون. دونك هنا انا خليتهم جوست لو طون لي جي بريباري دو بان. من بعد جي بري اون بوال دونك هنا جي بري اون بوال، درت شويه زيت الزيتون وحمرتهم ا فو فيف، تسمى مش باش يطيبوا، سي جوست بوغ افوار اون كولوراسيون من لي كوتي. دونك النار لازم تكون قويه بزاف، نقلبوهم غير زوج خطرات ونحطوهم في لا كوكوط ونغلقو عليهم. دونك هنا تقدروا تزيدوا واحد ربع كاس تاع ماء الا حبيتوا، سينو لا فيوند تطلق الماء. كي تغلقوا لا كوكوط نغلقوا لا كوكوت، نعاود نرجعوهم لا كوكوت، نغلقوها ونقصوا النار بزاف ونخليهم يطيبوا ربع ساعه. دونك شوفوا النار تكون فريمون قويه، واحد 1 مينوت 1 مينوت دو شاك كوتي سي بون ولا ميم با. دونك هنا ما طابوش من الداخل، سي جوست من الفوق. نرجعهم لا كوكوط وهاد المقله هاديه نخليها دو كوتي باش نسوطي فيها لا بوم دو تير. دونك هنا فورت زوج حبات تاع بطاطا. دونك هاي ليك نغلق لا كوكوط ونقص النار. هنا في المقله هاديك نحط شويه زبده، حطيت شويه ثوم، شويه بابريكا، قرفه، فلفل كحل ولي زارب دو بروفانس. نقلي شويه هذيك الثوم باش يكون عندها ان بون كو، ونحط لا بوم دو تير تاعي. دونك انا ما تخلطوهاش بزاف باش ما تدوبش، قعدوا خلطوا غير في المقله وقلبوا الحبات هذوك منين داك، ونزيدوا لها على فان شويه معدنوس.
فوالا نقلبهم غير بالعقل. دونك هاليك نزلها معدنوس. هنا الخبز راه يخمر. انا درت خبز عادي مطلوع هذاك تاع الفرينه، زدت له اون كيير تاع الزبده على فان وحطيته باش نطيبه في الفوق. دونك شوفوا كيفاش تلق الماء تاعو او برسك طايبه. شوفوا هنايا كيفاش العظمه هذيك طارت وحدها واللحم طايب فريمون بيان. بعد نريكوبيري جو ريكوبيري لو سوك هذاك تاع لا فيوند ونحطو مع لا بوم دو تيغ. هنا الخبز كي يقعد لكم الخبز عبالكم بلي على بالنا بلي زالجيريان يموتو على الخبز في رمضان، يشرو الخبز وما ياكلوش. دونك انا ما شريتوش كامل، واقيلا هادي الخبزه الاولانيه اللي دخلت للدار ملي بدا رمضان. دونك جلي اشتي سبيسيالمون بور سيت غوسيت، دونك ما قعدش عندي او جديده. هي نورمالمون كي يكون قديم يساعدكم خير كي تقطعوه. دونك نقطعوه هكذايا، ندهنهم بشويه زيت زيتون ولا شويه زبده ونحطهم يتقرياو في الفرن. دونك هنا الا حبيتو البيتزا هادوما لعبش كيش تعيطو لهم الخبز هذا يجيكم كروستيون، دونك ديروا هاد لي طاب هاديه. ولا ما حبيتوش يجي كروستيون خلو كيما راهو وديروا لا صوص من الفوق ودخلوه للفرن قسمه دوبل فرماج. دونك انا نحبو يجي كروستيون، دونك ندير مسحه خفيفه تاع زيت الزيتون من لي دو كوتي ونحطو يتحمر غير من الفوق. دونك هنا عندي حبه بصل صغيره نقطعها رقيقه مع دو طوماط. هنا عندي اون طوماط كبيره وواحده صغيره، نقطعهم كامل هكذايا. نقلي هذيك الحبه تاع بصل في شويه زبده، سي امبورطون الزبده سا دون ان تري بون غو. شويه زبده مع ان بو دو سيل ملح وفلفل كحل. نزيد هاد لا طوماط ونخليها حتى تطيب. هنا الخبز تاعي شوفوا كي حمرتو، دونك راني شعلت من الفوق بركه كي تحمروا قلبتهم. دونك شوفوا هنا كي طيب نسيو نكرازيو هذيك لا طوماط دو كون لا باغابي قطعناها، نحب تجي هكذا دي مورسو. وهنا عندي شويه فخماج غابي مع مرقاز زوج حبات. هنا سي فاكولتاتيف يجي بنينه، يجو بنان بلا مرقاز ولا بلا طون اللي حبيتو ديرو طون. كان كانوا قاعدين في الكونجيلاتور، دونك يكون عندي مرقاز ولا نحي توجور زوج حبات ولا ثلاثه نخبيهم في الكونجيلاتور وندير بهم دي بيتزا ولا هكذا دي بان. دونك هنا نحط كامل لاصوص هذيك. هاد هي التيكتوكه هذه تاع بصل ولا طوماط برك تجي بزاف بنينه هكذا مع لو غو تاع لو بور، سي فريمون ترو ترو بون. وهنا لا غارنيتور سي او شوا كيما قلت لكم، ديروا واش تحبوا تاكلوا. دونك فوالا نزيد شويه فرماج نحطهم دو كوتي. كي قرب الاذان نحطهم في فور سخون. دونك انا كي طيبت الخبز كي نحيد الخبز حطيت طفيت الفور وحطيتهم لداخل. فوالا هاو الخبز طايب. رجعت الخبز هاد البيتزات هادوما في الفور وهو سخون وطافي قسمة داب لو فرماج هذاك باسكو فات ما كان حتى حاجه طيب فيه. وهنايا شوفوا الخبز هذا كيفاش جا فريمون هايل بزاف خفيف وطري. درتهم صغار هكذا ماشي افا موين، خبزات موين
وهذا اللحم الحلو درناه ديجا، هادي سون سالاد دو ري قعدت. وهنا لو بلا هذاك اللي درناه اونصومبل، شوفوا كيفاش يجي فريمون تري تري بون. مع الخبز روسيكلي هذاك على بلاصه تاع البوراك، دونك فوالا شوفوا دونك هذا سي عشاء كرونو، امام با ساعه وجد كلش. دونك شوفوا اللحم كيفاش يجي طايب فريمون بيان. وانتم ما تقدروا تحطوا هاد الزونتركوت في لو ساشي دو كويسون وتحطوهم في الفور الا حبيتو. انا جو تروف كو في لا كوكوت مينوت يطيب بلي رابيدمون. اي فوالا، دونك كانوا هادو لي غوسيت تاعي تاع اليوم، ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم ودخلوا لي فوزافي في لي كومونتير. طالوا بزاف بزاف في رواحتكم. على بروشان فيديو ان شاء الله. سلام.